Derbigum, des solutions innovantes pour le bâtiment. ستار ديكو، وصلنا جمعة هذه للحلقة 11، الحلقة اللي باش نشوفوا فيها شنو حطوا مختلف لي زارشيتيكت في الدوزيام بارتي من سيزون. الديار اللي باش نحكيو عليهم مرة هذه هما دار لا فاموز شانتوز عليا بلايت، دار في سليمان. كي دخلنا لها دار هذي تمثل لها برشا حاجات، عندها حنين كبير ليها. دار سليمان إيه؟ علاش أنا توا أنت تحكي وأنا نوستالجية كبيرة مربوطة عليا بالعيش. إيكيب ستار ديكو اختارك أنت، بارك الله فيكم، كتكريم العليا بالعيد. هو إحنا قد ما نعطيه وقد ما لأنه ما نوفيوش حق عليا بالعيد، دونك على ذيك اخترنا أن نعاودوا لك دار سليمان. والله صدقني أنا نحب نشكركم الكل، نحب نشكر خويا حازم جمال، نحب نشكره برك والفريق الكل وأنتي وكلكم، والله ربي فضلكم. معناها جاتني كأني هدية بالحق والله. هو أنا عليا نحب ندلل عليك في حاجة قبل ما نبداو الشانتي، ما تعرف جمرمة والكل عيني يعيشك. نحب نسمع أغنية نحبها برشا وكنت في الراديو ديما نحطها، حبيت نسمع شان. اي يا روحي بيان سيغ، تنبدالك من المقطع يقول هبت نسمت ندغة بالمسك تفوح، خطفني الود بودغة يا وين الروح، غاي 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 كي تروحت، غاي غاي كي تروحت. دار مدام عليا بالعيد تكفل بها المهندس المعماري عبد القادر البحري. بالنسبة للدار الثانية في برنامجنا اليوم هي دار العروس واللي موجودة في أريانا الصغرى، دار خليل. عسلامة. مرحبا. مرحبا. تفضل، شو عندك هوني؟ شو تعمل انت هوني؟ نورمالمون داري. لا مش دارك، مزيت مش دارك، هي تويكا دارنا، دار ستار ديكو. انت ما عندك ما تعمل هوني؟ هذا مفتاح ساعي. تفضل. مفتاح عندي سيدي. خضر. الدار نتاعك ترجع لها بعد جمعة ان شاء الله. ما عادش نحب نشوفك جملة هوني، جملة هوني. نقل معناها تحب تنقل؟ نقل هوني لا، حتى كان انا مش موجودة عندك رانيا امبوسيبل تخليك تدخل داخل، عندي جماعة صحاح مستحيل يخليوك تدخل داخل. دونك بسلامة وفي الأمان، نتلقاو بعد جمعة سي العروس. ناخذ الفاليز نتاعي. هز الفاليز فوالا. داك. باي خليل، باي باي. دار ما كانتش كاملة. وسي خليل على باب عرس. على هذا ستار ديكو. قبل أنو يعاود له دارو. الدار خدمتها رانيا السويسي. في البرنامج زاد اليوم نحكيو على مقر الكشافة التونسية فوج الوردية والتحدي اللي قبلوا فريق ستار ديكو. الكشافة وقت اللي دخلنا لها كانت في حالة كارثية. معاذ بن نصر اتكفل بإعادة تهيئة مقر الكشافة فوج الوردية. قالت في 600 متر هذوما اللونية بتاع الاسباس ماهيش باهية حتى ترك، دونك احنا باش نخدموا عادي طوشيتي، ثم برشا ميديتي الاميناجمون دي سبات المباشر اميناجمون بشي وين يلقاو الصغيرات يخدموا الاكتيفيتي نتاعهم، دونك احنا نشوفوا هنا مع لي سبونسور نتاعنا شنو هو النقص الموجود عندنا في السبات هذا ونخدموهم
إن شاء الله تعجبكم النتيجة. كما شفنا ثلاثة تحديات، والمهمة ما كانتش سهلة على مختلف لي زاركتيكت اللي يخدموا.